بسم الله الرحمن الرحيم، أنا صالح بحضراتكم. لما قررت أفتح قناة هنا على يوتيوب، قررت إن أنا هتكلم ككورة وهنتكلم كتحليل مباريات، بس بصراحة في فيديو جميل جدا اتفرجت عليه الدكتور ممدوح نصر الله كان بيتكلم فيه على إن أنت ما تطلعش مشاكلك الحياتية في تحليل المباراة، ما تطلعش مشكلتك كمدير فني، كان نفسك تكون مدير فني مكان المدير الفني الموجود وتقول إن أنا كنت هعمل إيه مكانه لو هو ما كانش موجود، ما تطلعش كل الحاجات دي، اطلع اتكلم على المباراة بطريقة زي ما أنت شفتها، لا أكتر ولا أقل. فالحتة دي بصراحة كنت عايز أتكلم فيها في البداية، لأن أنا كنت ماشي غلط في بدايتي في القناة، وكنت فعلا بتعامل بطريقه ان انا لو كنت المدير الفني اللي قاعد على الدكه كنت هعمل حاجات تانية. وبصراحه حسيت ان انا فعلا الدكتور كان عنده حق، وان انا الموضوع مش مستاهل اساسا انت جاي تتكلم على مباراه انت اتفرجت عليها. فحسيت ان الموضوع هنا بدا يكبر شويه على قصه بغداد بونجاح، بدانا نشوف كلام كتير قوي ضد بغداد، وبدانا نشوف حمله تلبيس لبغداد بونجاح للاداء السيء اللي كان عليه الفريق الجزائري في كاس الامم الافريقيه. الاداء السيء اللي كان عليه الفريق، ليه؟ لان كره القدم لعبه جماعيه، ما ينفعش انك تلبس مشاكل الفريق كلها للاعيب واحد وتقول لولا ان اللاعب ده كان عنده رعونه في تسجيل الاهداف كان المنتخب زمانه صعب، لان الموضوع ما بيتحسبش كده خالص، والموضوع عمره ما هيمشي ان لاعيب واحد بس هو كان سبب فشل المنظومه. ولو حبيت انك تتكلم مع حوالين ان كان في مشاكل في المنتخب الجزائري وان بغداد بنجاح ملوش بديل، فعايز اقول لك ان الازمه كلها كانت موجوده على الاطراف بالنسبه للمنتخب الجزائري. رياض محرز كان سيء، وسعيد بالرحمه كان سيء، هو ويوسف بلايلي، بس طبعا سعيد بالرحمه ورياض وبلايلي عندهم قاعده جماهيريه كبيره جدا، فالتخبيط فيهم وانك تطلع تقول ان هم كانوا سايقين حاجه ممكن تعرض اي حد ان هو يتشتم، بس بمبدا بقى القوه وانك طلع تنتقد مشاكل الفريق الفنيه، فالفريق كان عنده مشكله فنيه في الاطراف، كان عنده مشكله فنيه في نص الملعب. نص الملعب اللي رامز واسماعيل بن ناصر ما لعبوش مع بعض غير مباراه كوت ديفوار، وبالنسبه للجاهزيه بتاعه رامز ما كانتش حاضره قوي. فلما انا اطلع اتكلم مع حوالين هيكله المنتخب الجزائري، الكلام فنيا كان ان الفريق ما كانش حاضر ذهنيا، ومعنى ان انا اطلع اقول ان انا بدعم جمال بالماضي وان انا واقف مع كل اختيارات جمال بالماضي، بس معلش الا بغداد بنجاح اللي هو ايه الدعم اللي ناقص حته ده؟ ايه بجد ايه الدعم اللي ناقص حته؟ لا والله بجد اللي هو انا بدعم السيد جمال بالماضي في اختياراته كلها الا بغداد بنجاح. مش معنى بغداد مفيش مشكله مع بغداد، بالعكس انا كواحد فاتح هنا قناه كنت بتكلم من 3 شهور ان انا نفسي بغداد بنجاح يلعب في برشلونه، بجد والله كنت بقول كده وكان عندي يقين بكده، وعادي كنت مقتنع جدا ان بغداد لو راح برشلونه كان هيفرق مع برشلونه، وان كان نفسي ان تشافي ياخد بغداد معاه، عادي ده رايي زي ما انت برايك هيكون مخالف، هي كلها شويه اراء، بس انا برضو كرايي ان بغداد ما كانش هو السبب في كل المشاكل الموجوده عليها المنتخب الجزائري في البطوله. وبعدين انا متاكد زي ما انا بكلم حضرتك دلوقتي، متاكد ان التليفون ده قدامي، ان شاء الله باذن الله لو ربنا ادانا عمر بغداد بنجاح هيبدا المباراه بتاع الكاميرا. ليه؟ لان هي قناعات، في مدير فني عنده قناعات، قناعات المدير الفني دي انا وافقت عليها. ليه؟ لان انا دعمت المدير الفني، فانا ما ينفعش ان انا اجي بعد كده اقول لا هو بيلعب بغداد ليه؟ انت دعمته وقررت انك تقف في ظهره، صح؟ يبقى في ظهر لعيبه، غير ان مفيش لعيب بيكون هو سبب فشل المنظومه. لا بغداد اتعصب على المدرب وهو بيتغير، كل اللعيبه بتعمل كده، كل اللعيبه بتتعصب وهي خارجه، ومدربين بيتعصبوا وهم خارجين وهم بيخرجوا لعيبه، وبتحصل عادي وبتتلم بعدين. وبغداد نفسه طلع سلم على المدرب والموضوع عدى. فقصه انك تدوس على لعيب علشان خاطر انت نفسك تدوس على حد وتطلع حد هو اللي يشيل الليله كلها، دي فكره مصريه بحته، والفكره دي عمرها ما قدمت ولا اخرت اي حاجه. فبلاش يا جماعه الافكار الملوثه دي توصل لحد عندكم، لان بجد الافكار دي عمرها في حياتنا لا قدمتنا ولا اخرتنا، بالعكس فضلت مخلينا واقفين في نفس المكان اللي احنا عليه. ليه؟ لان احنا بنشيل فشل المجموعه كلها على لعيب واحد. فاتمنى يا جماعه ان الافكار دي ما توصل لكمش. بغداد لسه واخد دوري النهارده مع فريق السد القطري، لسه مسجل مع السد القطري، جايب 13 جون من 23 مباراه، معدل مش سيء بالنسبه لمهاجم. هتقول لي لا ما هو الدوري القطري، هقول لك ما انت بتحسب ان هو محترف، تمام؟ يعني 13 هدف دول مع فريق بطل الدوري الموضوع مش سهل قوي، لانك بيتدافع عليك وبيتعمل عليك زون وبيتعمل عليك تضييق مساحات والدنيا بتكون صعبه. فبلاش يا جماعه نسهل قوي كل حاجه، ندعم اللعيبه، ندعم المدير الفني. طالما انت اخترت، انت اخترت انك تدعم، صح؟ ما اخترتش انك تشلف، لو اخترت انك تشلف وقتها قول اللي انت عايزه، انما انت اخترت انك تدعم، انما تدعم اللحته دي صراحه ما شفتهاش قبل كده. الكلام ده كان في بطني وكان نفسي ان انا اطلعه. الفيديو عجبك خير وبركه، حاجه ممكن نتفق مع بعض فيها، ما عجبكش رايك ويحترم، بس ده برضو رايي واحترمه، لان هي ايه شويه اراء في الاول او في الاخر.